في الحقيقة من كام يوم كده يعني في دراسة، يعني ممكن نقول عليها دراسة مثيرة للجدل، نشرتها جمعية القلب الأمريكية. بتقول إيه الدراسة دي؟ بتقول إن حوالي نص عدد حالات ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين في منتصف العمر وفي فئة كبار السن بتكون مشتركة أو متوافقة بين الأزواج. يعني هنضرب مثال، لو مثلا أحد الزوجين عنده ضغط دم مرتفع، عنده ارتفاع في ضغط الدم، فهيبقى شريكه أيضا هيعاني كمان من نفس المرض. يعني خلينا نعرف تفاصيل أكتر مصطفى عن هذه الدراسة من الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني أعتقد الدراسة دي فعلا دراسة جدلية جدا، يعني خلينا نعرف كده مدى صحة هذه الدراسة. هل فعلا أنه ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال لدى أحد الزوجين بيصيب الآخر؟ اولا صباح الخير على مصر، وصباح الخير عليكم، واحنا بنقول تاني عظيمه يا مصر، وعظيمه يا مصر، ودايما الى الامام. دي دراسه الحقيقه يعني شيقه جدا، ومش غريبه نتائجها، مش غريبه. هي دي دراسه نشرتها الجمعيه الامريكيه زي ما حضرتك قلت لامراض القلب، وخدوا بيانات من اربع دول على مستوى العالم. خدوا من أمريكا وإنجلترا، وخدوا من الصين والهند، وخدوا عدد كبير من الحالات. يعني دول خدوا حوالي من إنجلترا 1900 حالة، من أمريكا 6000 وشوية، خدوا 3000 من أمريكا، 6000 من الصين، خدوا حوالي 22000 من الهند. وعملوا دراسة مهمة قوي، شافوا إن هل الأزواج اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم وزوجاتهم في توافق؟ لقوا في توافق. دي الحقيقه دراسه شيقه جدا، بس بتشير لحاجتين. اولا ان هو بيرجع تاني يقول نمط الحياه، نمط الحياه. النهارده اصبحنا بنتكلم عن نمط الحياه الصحي، وكنا زمان بنقول نمط الحياه الصحي هو طب تغيير نمط الحياه الصحي. وانا عايزه ارجع اقول مهمه قوي، ده بيبين ان هم متوافقين في نفس الظروف. الاكل واحد، والتمارين صحيح، وممارسه الرياضه. وده كلام مهم قوي، حتى التوتر النفسي. يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يمكن الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب حطت معادله، انا شخصيا بحس ان دي معادله الحياه الصحيه. فحطت معادله بتقول ايه؟ بتقول 0 3 5 140 5 3 0. صفر ايه؟ صفر لا للتدخين، 3 وصفر كمان احنا بنقول صفر لا للتوتر النفسي، 3 مشي 3 كيلو يوميا او 30 دقيقه 4 ايام في الاسبوع، 5 ناخد 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا، مرتين سمك في الاسبوع، نشرب ميه كتير، نقلل من السكر، نقلل من الملح، 140 ضغط الدم يكون مظبوط، 5 و3 ارقام دهون بالنظام الاوروبي، وصفر لا للسمنه ولا للسكر. الفكرة من الدراسة دي، على فكرة هي الأول من نوعها، بس هي بتقول لنا حاجة، إن إدارة المرض ممكن تكون مشتركة في الأسرة، إدارة المرض الوقائي مهمة جدا. إحنا بنقول إن إحنا دلوقتي بنتكلم على الصحة والوقاية، والحقيقة الدولة المصرية خدت إجراءات كبيرة جدا في مسألة الوقاية. المجلس القومي للمرأة، لجنة الصحة اللي أنا ليا الشرف إن أنا عضوة في لجنة الصحة فيها، إن إحنا برضو خدنا خطوات. دور المرأة مهم جدا 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 في البيت، وده بيخلينا إن إحنا نرجع تاني نقول صحيح الوقاية. أيوه. طب أنا برضو عندي سؤال يا دكتورة. إحنا هنا تجاهلنا برضو أشياء كثيرة جدا في هذه الدراسة، منها العوامل الوراثية وهي بتبقى من أهم الأسباب. أشياء لها علاقة بتأثير العمل، بيئة العمل. يعني هل الـ 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 الأكل والشرب بس هم اللي بيحددوا؟ أنا حد الحركة مثال، وأنا مش عايز أشخصن القصة، أنا عندي ارتفاع في ضغط الدم، يعني أنا ضغط دمي مرتفع وباخد علاج لهذا، وزوجتي عندها انخفاض في ضغط الدم، فده هل ده عكس الدراسة؟ عكس الدراسة تماما. والله حضرتك احنا بنقول كان في توافق
ظهر بنسبة 40% في هذه الدراسة. هي بس بتبين لنا الدور المهم لنمط الحياه، لكن ما فيش كلام ان في كلام دراسات اتعملت على الجوب ستريس، الوظيفه بتاعت الانسان بالظبط، وارتفاع ضغط الدم. بس العوامل الوراثيه مهم جدا. العوامل الوراثيه موجوده بكل تاكيد انها موجوده، لكن دورها قد ايه يا فندم؟ برضو ليها درجه معينه. فاحنا بس احنا هي بتدينا فكره ان احنا ازاي نقدر، الدراسة دي أنا شايفاها إن هي متميزة جدا، بتدينا فكرة قد إيه نمط الحياة. بس أنا عايزة أقول لحضرتك بقى خبر جميل جدا، إن 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها. 80%. إذا أنا لو أدرت حياتي بشكل فيه وقاية جيدة أنا هيحصل لي وقاية. طيب خلينا نستغل كمان يا دكتور وجود حضرتك معانا، وسريعا قول لنا روشتة الوقاية من أمراض القلب. الوقاية من أمراض القلب لا للتوتر النفسي، دي صعبة جدا، لا للتدخين، صعبة جدا. حضرتك تقدري تعملي حاجات تحسي انك تبعدي على كل ما هو بيبقى بيتعب الأعصاب. فيها ايه الصبح؟ ان احنا تبقى بيئتنا نكون مبتسمين الصبح كل يوم، يعني مفيهاش مشكلة. يعني هي ممكن ما يبقاش فيها مشكلة، بس يعني نحاول نحاول. اوكي نحاول. المشي بقى، عايز اقول لك بقى حاجة، ان ارخص كبسولة عرفها التاريخ هي المشي. ايوه صحيح. خلي بالك حاجة ظريفة جدا، المشي ده على فكرة لما احنا عملنا دراسة على في مصر لقينا ان بيكلف عدم مشي المصريين بيكلف الدولة مليارات، يعني كمان اقتصاديات الصحة. أنا عايزة أقول لك حاجة، إن هو بيعمل وقاية من 20 مرض مزمن. إنك تمشي، إنك تمشي. فكل الكلام ده الحقيقة ده كلام مهم جدا، ما فيهوش أي المشي أرخص كبسولة سحرية عارفها. طب إيه كمان غير المشي سريعا يا دكتور؟ الأكل بقى، الأكل الصحي. إحنا مشكلتنا في مصر إن الأكل الخاص بينا أكل معقد شوية. وكمان إحنا كمان ضفنا عليه الوجبات السريعة اللي خدناها مستوردة، وكلاهما مر. فاحنا بنقول عودة للطبيعة. نمرة ان احنا ناكل 5 قطع سلطة او فاكهة يوميا الوان مختلفة، لان كل واحدة بيبقى ليها صفة ضد الاكسدة مهمة قوي. بنقول تجنبوا الثلاثة اللي هم السموم الثلاثة اللي احنا كلنا عارفين، الملح والسكر والدقيق بانواعه. واحنا على فكرة في مصر للأسف احنا ضعف الاستخدام العالمي للملح. هقول لك كمان حاجة مهمة قوي، الملح اللي احنا بناكله ده او الكونشس اللي احنا حاسين احنا بناخد ملح قد ايه وبنحطه على الملاحه في البيت عندنا، ده 6%. لكن اغلب الملح اللي احنا بناخده هو من المطاعم، هو من الاكل الوجبات السريعه. فانا بقول لك لا للوجبات السريعه، عوده الى الطبيعه. ضغط الدم محطوط في برضه مهم قوي، لانه القاتل الصامت. ممكن ناس كتير جدا بتكتشف، ويمكن الدولة المصرية خدت خطوات وعملت 100 مليون صحة، وناس كتير جدا. احنا في مصر يا دكتورة سريعا كده، يعني ضغط دم مرتفع اكتر ولا اقل؟ يعني في دراسة بتقول بريطانيا، امريكا، الصين، الهند عندهم ارتفاع في ضغط الدم. طمنينا مصر والدول العربية عاملة ايه سريعا؟ مصر الحقيقة كان في دراسة عملها استاذنا الدكتور محسن ابراهيم سنة في التسعينات، كانت 26، لكن كانت 26% من المصريين عندهم ارتفاع ضغط الدم. النهارده يمكن 100 مليون صحه طلعت ان هي حوالي 30% من المصريين، يعني ثلث المصريين عندهم. بس في نقطه، ده بصفه عامه ضغط دم يعني مرتفع. معنى كده ان انا، وده رقم كبير. بنشكر الدكتوره جميله نصر استاذ القلب رئيس المجلس العلمي لزماله القلب المصريه على الطريقه لهذه الدراسه.